السيطرة على قسم إذاعة صوت لبنان الجديدة توزعت مجموعة القوات اللبنانية إلى قسمين، فتابعت المجموعة الأولى سيرها نحو ساحة تسليم وسط خط كثيف واشتباكات عنيفة، فيما سبقت المجموعة الثانية طريقها نحو كنيسة السيد وتركزت الاشتباكات حتى الأولى في محيط تسليم. ومن تسليم تابعت مجموعة القوات اللبنانية تقدمها حتى مستشفى رزق وغزة، حيث دارت معارك عنيفة في منطقة بيضون والبرجاي، فيما انطلقت وحدات أخرى من القوات اللبنانية من جهة بار الخايم باتجاه كهرباء لبنان الجنيدي، حيث مشطت منطقة الرميل واتجهت صعودا حتى بيت الأحرار الشرطي.